بإحدى المستثمرات الفلاحية ببلدية وادي الجمعة بولاية غليزان بدأت حملة الحصاد والدرس، ولإنجاح الموسم الفلاحي بالولاية سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية، حيث يتوقع إنتاج قرابة 100,000 قنطار من محصول الحبوب. لدينا دير 4 قطارات شعير، ودير 2 خرطان، وواحد قمح. هذه مين سقيناها وسقيناها بالحاسي وبالرشاش، انا مقابلينها اللي صغلين هذا البذور. رانا طايقين عليها هكا شويه بالرشاش. احنا عندنا الدوك تاع غليزان الحمد لله، ثاني الدوك يستقبلونا ما شاء الله. تخزنوا ثم عندهم، كي نبغوا ندو ثاني نروحوا نجيبوا من عندهم. رغم شح تساقط الأمطار إلا أن الجهات الوصية كثفت من جهودها لدعم الفلاحين ومرافقتهم ونقل المنتوج إلى مخازن التعاونية. تعاونية غليزان بشرت مؤخرا في تحضير 6 نقاط للتجميع بقدرة تخزين تتجاوز 400,000 قنطار، تحضير عتاد التجميع المتمثل في آلات الحصاد التي تفوق 26 آلة حصاد إلى يومنا هذا، تسخير ما يفوق 25 شاحنة لتحويل الحبوب من مراكز التجميع إلى المركز الرئيسي للتخزين. ولبعث ديناميكية جديدة في مجال الفلاحي والتنمية الاقتصادية، مساعي لإيصال كهرباء الريفية ونظام السقي التكميلي من أجل الرفع من المردود.